أهلا بكم مشاهدينا، أنا كوزين فرحات، أرحب بكم بعدد جديد من المجلة. 4 سنوات سقطت من رزنامة الأزمة السورية، لكن رزنامة المأساة الإنسانية ظلت حافلة بالكثير من الوجع والألم. 4 سنوات سقط فيها ما يكفي من الحالمين بمستقبل أفضل، ولكن الأحلام ظلت تخطو بعيدا بطريق المجهول. وإذا كانت الحرب لا تخدم الفن، لكن الفن ساعد في إلقاء الضوء على هذه الأزمة، ومن هنا أتت النتاجات الثقافية لفنانين سوريين حاكت الواقع المرير. من رحم الألم يولد الإبداع، وفي كنف المعاناة يترعرع. حقيقة كتبت بالحديد والنار في ظل الثورة السورية. الصباح والحزن كلما يلتقيان، لكن ضفاف معزوفة كنان العظمي جمعتهما في نطاق التعبير عن الألم. أنا شغلتي محاربة الصمت كموسيقي، فبهمني دائما أبدأ أي حفلة موسيقية بداية موسيقى، فيك تسميها ما بعرف صلاة على أرواح اللي استشهدوا خلال هالفترة. الفن بيطلع للأسف بفترات اللي فيها مأساة، يكون في شيء حقيقي عم تحكي عنه من جوا، عم تحكي عن وجع. في لوحات الرسام فادي الحمويّ تناقض بين القدرة البشرية على الابتكار والألم التي تسببه الحروب، وهو تناقض عمقته الهجرة الثقافية والفكرية التي تشهدها سوريا. تقريباً كل الفنانين السوريين عندهم هذا الشعور، وكل كل بده يعبر عن الشيء اللي عم يعيشه عم يصير ببلده. اختلفت أسباب هجرة الفنانين من وطنهم، ولكن شعور الحنين لم يفارق قلوبهم. أنا بفكر فيها كل يوم تقريباً، والشغل عم بعمله طبعاً بيذكرني فيها أقوى وأقوى. أكثر محل بعرف أنا فيه أغفل مزبوط وغمض عيني ونام مزبوط هو بسوريا. بالنسبة لي سوريا هي أمي وهي عائلتي وهي ألحاني وموسيقتي وقلبي. يقدم مالك جندلي موسيقى يقول أنها نابعة من صميم معاناته. يعني أول أغنية قدمتها لوطني هي أغنية وطني أنا. وطني أنا وأنا وطني. أغنية بسيطة قمت بأدائها هون في أمريكا على بعد آلاف الأميال، محيطات وبحور يعني بين أمريكا وبين سوريا. متى أراك يوما حرا يا وطني. كلمة حرا هاي مشكلة كانت، ليعتدوا على أهلي وعلى والدتي وعلى أبي ويحطموا أثاث منزلي، وأنا بستمر مثل الشعب السوري بكون أكثر إصرارا للحرية. بالنهاية الموسيقى هي تعبير حر، أنا بيهمني إنه ما حدا ياخذ هذا الحق مني إنه أعبر وأعزف بصوت عالي. يعني أنا لازم إذا حدا ما عنده صوت ببابا عمر أو بجبل الزاوي أو بالخامشلي أو بأي بقعة من بقاع الدنيا، ما ضروري بس وطني، كإنسان كإنسانية كون أنا صوت هالإنسان اللي ما عم يقدر يوصل صوته. السياسات اللي دخلت بالوضع في سوريا قامت بتبجيل العنف، بتحويل العنف إلى شيء مقدس، وتحول العنف إلى إله. لما بيتحول العنف إلى إله بيصير في عنا إنتاج جديد للإنسان البدائي، للهمجية داخل المجتمع، اللي بيدافع عن المجتمع بهاي الحالة هو الفن بجميع أشكاله. الكلارينت تبعي ما بتوقف رصاصة، أكيد ما بتوقف رصاصة، ما بتوقف بوش قنبلة جاي من السماء، ما بتبني بيت مهدام، وما ما بتشبع جوعان أكيد، بس اللي بتقدر تعمله موسيقى وهي الكلارينت تبعي بتقدر تلهم حدا من الجمهور. نحن
اليوم ما فينا كتير نحكي عن الألم بوجود كل هذا الألم داخل سوريا. هو نوع من الاستغراب يعني عن هذا الصمت الفظيع تجاه الموت بشكل عام. عكس تمام عزام ويلات الدمار بأسلوب الديجيتال آرت أي التعديل الرقمي، فالتقط في أعماله أقصى درجات الإبداع بأقصى درجات الدمار. صار عندي تغير يعني جذري بمسيرتي الفنية، صارت إنسانية لمساندة الشعب السوري من أجل الحرية. كل أسبوع تقريباً عندي حدث لدعم هذا الشعب. انصبغت لوحات الرسام ربيع كيوان بالواقع المرير الذي عاشه بعد هجرته. هلا أكيد الشيء اللي عم بيصير بالبلد أو بالمنطقة هو عم بيأثر علي أنا كإنسان قبل كفنان، وهذا الشيء أكيد له تأثير على العمل تبعي. أما كندا هبراوي استوحت لوحاتها من تغريدات تويتر. لما صارت الكيميكال ويبنز ماسكر بغوطة أخذت هدول التويت وبعدين رسمت عليهم هدول البورتريتس تبع الأطفال لاجئين السوريين، تعرفت عليهم على الحدود التركية السورية. في نوعين، في الناس اللي فوراً بيتعاطفوا معك إنه فوراً بيقولون I'm sorry. بتعرفي كيف أنا فوراً ردت فعلي إنه الشفقة ما بتفيد، الواحد بيقدر يعمل شيء. أنا كموسيقي عم بكون برو أكتب، عم بكون حدا فاعل، عم بحاول ألهم حدا بجمهور، عم بحاول أقدر أحرك شيء بحدا. فإنه الواحد يقول إنه طبعا يا حرام هي ما بتفيد. سيمفونية سورية هو آخر ألبومات مالك جندلي، قدمه في الكارنيجي هول أشهر الصالات في الولايات المتحدة. ألبومي عبارة عن محاولة لعكس الواقع الموجود في وطني. ومن آخر مشاريع كينان تعاوناً فني مع الرسام التشكيلي كيفورك مراد. هو كولابوريشن موسيقى ورسم. أنا عم بعزف لايف طبعاً على الكلارينات، بس في شغلات مسجلة بنفس الوقت. كيفورك بيشتغل نفس الطريقة، وفي كاميرا بتصور شو عم برسم وبنعرض على شاشة كبيرة لكيف نحن عم نوثق عواطفنا. حسن العطار، يعني نحن هلا فايتين بخامس سنة ولسه نحن بنفس الحالة وعلى أسوأ للأسف. مثلا هلا حنرجع نقرا الأسامي الشهداء قدام بيت الأبيض لأنه مشان العالم ما تنسى. في عدة طرق الواحد بحس فيها يشتغل فيها. عملت أكثر من مشروع، مثلا اشترينا آلات موسيقية مثلا للأولاد بالمخيم. ضروري الأولاد يتذكروا إنه اللعب هو مهنتهم الأساسية، هذا كثير ضروري. اللي تعلمناه منهم أكثر من اللي علمناهم إياه أكيد. لما بتعرف على هدول الأطفال وبشوف هنن عم يعني بيعبطونا وبيبتسموا لنا ومتحمسين علينا، هنن بيعطوني أنا الأمل. ما بيصير يكون نحن نقدر ننام مزبوط وفي ملايين الأولاد السوريين ما عندهم سقف، أنا محظوظ كتير عندي سقف وبقدر أكل وأشرب وأروح وأجي. بس الواحد بده يتخيل إنه عدد هي أكبر كارثة إنسانية عم بتصير من الحرب العالمية الثانية. هلا أنا مع مؤسسة كرم فاونديشن وننزل كل 6 أشهر على الحدود السورية التركية ونشتغل مع الأطفال اللاجئين هنيك. بناخد جروب معنا شي 30 شخص، كمان نجيب دنتال تيم يشتغلوا على الأسنان الأطفال، وكمان بنعمل بروجرامات لإلهم يعني بتختلف من الكتابة للتصوير للفن. الأطفال هدول هنن الأمل. مهم كتير إنه يعرفوا إنه نحن ما حننساهم ومش ناسيهم، وأنا بفكر فيهم كل يوم
وحنضل على الاستمرار من يا من كرم فاونديشن او مني انا شخصيا حنضل عم نشتغل معهم ومشانهم. انا بالنهايه هذا كنان متفائل دائما بامن انه التاريخ ما بيمشي غير لقدام، يعني لا يصح الا صحيح، والتاريخ ما بيرجع لورا، عشان هيك بضل بحاول امن، واللي هي باكثر ظروف قتامه هلا انه المستقبل اللي جاي حيكون احسن من اللي قبل. رسالتي هي اتحدوا، يعني كونوا سيمفونية سورية جميلة على إيقاع الحرية، ولا يمكن قتل الحرية، لا يمكن قتل الإنسان، ممكن صاحب الحرية، ولكن الحرية حتستمر.